طيب نروح لموضوع تاني برضو يتقال عليه حزين او مش حزين، هو مزعج ومقزز الحقيقه. بقالنا فتره كل يوم والتاني بنتكلم عن شكل او مظهر ما او لقطه ما ليه علاقه بالعنصريه واللي بتحصل في كل الملاعب ضد لاعبين يعني كتير قوي الحقيقه، وبالمناسبه بتحصل في اكبر الدول اللي بتتكلم عن حقوق الانسان، يعني اكتر دول في العالم بتتكلم عن حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان هي اكتر دول في العالم فيها نسب عنصريه بغيضه. بنتكلم بقى عنصريه على الشكل، على اللون، على الجنس، على الديانه، ايا كان، حتى اصحاب الهمم ما سلموش من العنصريه. المره دي اتعرض مهاجم كريستال بالاس الايفواري ويلفورد زاها لاهانه عنصريه عبر الانترنت بعد ما قاد فريقه للفوز على مانشستر سيتي بنتيجه 2-0 في الجوله العاشره من الدوري الانجليزي الممتاز. نشر اللاعب، وبالمناسبه هو اللي كان احرز الهدف الاول لفريقه في ملعب الاتحاد، وهو اللي تسبب في طرد مدافع السيتي أميريك لابورتي ببطاقه حمراء مباشره في الوقت الاضافي للشوط الاول. المهم نشر بعض الرسائل المسيئه اللي وصلت له وطالب الشركات المسؤوله عن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل مع هذه المشكله بجديه. كتب وقال: الهدف من هذه الرساله ليس تلقي رسائل دعم او تعاطف او عبارات تعبر عن الاشمئزاز، انا هنا اطالب بحل المشكله الفعليه. طبعا كتير جدا من اللعيبه في الفتره الاخيره اتعرضوا لاساءات عنصريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت المختلفه، وخصوصا في الدوري الانجليزي الممتاز. وطبعا دي من الامور اللي بنتمنى بقى ان احنا ما نشوفهاش بعد كده لا جوه الملاعب ولا بره الملاعب.